كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. هي اتفاقية شراكة اللي وقعت اللي تسنات وقعت بين وزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة والمكتب الوطني للسكك الحديدية. وهذه الاتفاقيات تخول للفنانين حامل البطاقة الفنان تخفيضات هامة في التنقل في عبر القطار. وهذه الاتفاقية راها الحمد لله توقعت هذه كما راج ذلك في الكلمة. ونتمنى الله تكون اتفاقيات واحدة أخرى اللي كتصب في هذا الاتجاه واللي تخول الفنانة باش يستافدوا من الحماية الاجتماعية. والوزارة الحمد لله بصدد باش تكون التغطية الصحية شاملة يعني في هذا الصدد. تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزير الثقافة والاتصال وزير الصحة ان شاء الله باش تكون اتفاقية شاملة. لان ما لاحظنا بان الفنانين ملي كياخذوا التقاعد كاين ناس مساكين اللي ما كيلقاوش باش يداوا وما كيلقاوش باش يكملوا يستمروا هكذا. دونك السيد الوزير فكر في هذه الالتفاتة. كنعرفوا بانه بطاقة الفنان هي سنتها وزارة الثقافة يعني منذ سنوات، والان الفنان المغربي يتنقل في مختلف انحاء العالم ويبدي بالبطاقه ديالو باش كيعرفوا انه تنتمي لواحد يعني الدوله اللي كتعترف بالفنان. فبطاقتك كتحاول ان تدلي بها في السفارات، كذلك فاش كتسافر كتدخل بها المواقع الاثريه، كتدخل بها المراكز الثقافيه والمسارح، فهذا شيء مهم. وهذه السنه هذه يعني وزاره الثقافه والاتصال درت واحد البطاقه جديده يعني اللي كتخول لنا اننا ندخلوا في خدمات اجتماعيه كسائر يعني للإدارات اللي كتوفر الموظفين ديالها، فكتنقل سواء بالقطار او بالتي جي في، وكذلك حتى مع الخطوط الجويه المغربيه. يعني كيفاش انه في العطل الصيفيه يعني تكون هناك امتيازات في الحصول على عطله مريحه للفنانين والابناء ديالهم. فكذلك البطاقه الفنان يعني يدخل فيها بشراكات مع مؤسسات اخرى اللي كتخول لك انك تشتغل معاهم كممارس يعني حر فنان في مختلف لي ديسيبلين ديال الار، سواء كنت ممثل مخرج مغني رسام يعني مختلف لي ديسيبلين. ان هذه البطاقه هذه كتخول لك انك يعني بكل ثقه في النفس تقول بانني فنان مغربي فين ما مشيتي في العالم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.